حمادة يسري خليل شاب مصري متزوج منذ سنوات طويلة، لكنه لم يرزق بأطفال حتى قرر أن يلجأ هو وزوجته إلى الحقن المجهري. وبعد نجاح العملية كان في حالة فرحة شديدة. فرح الرجل كثيراً، ولكن بعد انتهاء فترة الحمل والولادة رزق بطفلين توأم جرى إدخالهما الحضانة لأن حالتهما الصحية كانت غير مستقرة، ولكنهما للأسف توفيا. الأب حمادة يسري لم يتحمل هذه الصدمة، دخل في حالة حزن شديدة حتى توفي على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية. لم يتحمل. متى توفي؟ توفي بعد ساعات قليلة فقط، بعد أقل من 24 ساعة من وفاة طفليه التوأم داخل الحضانة بأحد المستشفيات ودفنهما في مقابر العائلة. توفي الشاب في العقد الرابع من العمر بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حيث سادت حالة من الحزن والألم على رحيل الأب حزناً على طفليه الرضيعين بعد ساعات من وفاتهما، فيما انتشرت مقاطع فيديو مختلفة للحظات تشيع المتوفى والد الطفلين الرضيعين المتوفين مع الكثير من عبارات التعازي. هناك تعليقات كثيرة وردود أفعال مختلفة متضامنة وتعازي كثيرة كتبت في منصات التواصل الاجتماعي عن حالة هذا الأب المسكين الذي توفي هو أيضا بعد وفاة طفليه بشكل مأساوي. نبدأ تلك التعليقات التي جاءت حول قصة هذا الأب، هذه القصة الحزينة. والتعليق الأول سيكون مع مازن، يقول: إنا لله وإنا إليه لراجعون، الله يصبر ذوي وزوجته، أب مات من شدة حزنه لفقد طفليه، وأطفال تموت تحت التعذيب من ذويهم، عبرة لمن لا يقدرون نعمة الله. تعليق آخر من فيروز، تقول في تعليقها فيروز البهار: لذلك لا يجب الفرح بالنعمة بشكل مبالغ فيه، هو كان يحلم بذلك اليوم طيلة فترة حمل زوجته ولم يحسب أبدا حساب لأي شيء، يجب أن يخفض الإنسان سقف توقعاته في كل أمور الدنيا ويتوقع كل السيناريوهات السيئة والجيدة. تعليق من شيمو قاسم: لو الناس تسيب الناس في حالها وكان كفى الطفل بدل المحاولات المرهقة والتمسك والضغط المجتمعي، الله يرحمه والله يصبر زوجته على هالمصيبة. تعليق من دكتور عمر حسن: ربنا يرحمه ويرحمنا ويصبر أهله وزوجته، هكذا هي الدنيا، يوم فرح ويوم حزن، يوم صعب ويوم سهل، انتبه أيها الإنسان واعلم إنك ميت ميت. تعليق آخر من شوق القمر:
تقول شوق القمر: خلي شوف ابو الطفل موسى الله يرحمه شلون هذا مات من القهر على اطفاله، ما قدر يتحمل صدمة رحيلهم وهو يروح ويعوف ابنه مثل الورد يم المجرمة اللي يومية تضرب بيه لحد ما مات. تعليق آخر من كريم حسن: لو محتسب أمره إلى الله ومتقبل أمر الله ومفكر بعقلانية وما مستسلم للأمر، ما كان صار اللي صار بيه. الحزن يموت الواحد، ديروا بالكم تحزنون لأي شيء، واحزنوا بالمعقول وآمنوا بالله وقدره.